مأساة المناجل جراء السيول والأمطار تدخل أسبوعها الثاني، مأساة يصعب وصفها. فقد فيها الأهالي ما فقدوا من منازل وممتلكات، هذا فضلا عن المساحات الزراعية التي قمرتها مياه السيول من كل اتجاه. بشكر أخوان ناس قناة الشروق لزيارة ولاية الجزيرة في هذه النكبة من السيول والأمطار الغزيرة، ودي عملية جميلة جدا. نحن في الزراعة من المتضررين بالذات في الزراعة المطرية في مناطق المناجل ومناطق غرب الحوش، يعني تضرروا كميات كبيرة من المزارعين وكميات كبيرة من الأراضي حيث كانت مزروعة بالذرة وبالسمسم وبالدخن، ونحن يعني استجابة لذلك حددنا حتى كنا الذرة اللي بخاتين لها أسعار معينة وزعناها مجانا، والمزارعين يعني الآن منتظرين الموية دي تجيب شوية وبعد ذاك نقوم بتجهيز الأرض ونحرتها لهم. وبعد أن أحكمت المياه غبضتها على العديد من القرى واستباحت الكثير من المنازل، أعلنت بعدها منطقة المناجل وما جاورها من قرى منطقة كوارث. بلغ عدد القرى التي اجتاحتها المياه حتى اللحظة أكثر من 100 قرية نزح سكانها إلى داخل المدينة مخلفين وراءهم ركاما من الأثاث بات لا يصلح لشيء بعد أن دمرته المياه. نحن بنعاني معاناة كبيرة جدا جدا، كل القرية انغمرت بالمياه ولا حياة لمن تنادي، لا مسؤول لا غطاء لا محلية. أصبحنا نعاني في نقص في المواد الغذائية، شراب مويه الشراب أصبحت مويه غير صحية لأن أصبحت مياه الأمطار ما لا ملوث المياه، ثم ثانيا أصبحت القرى محاطة بالمياه من كل الجهات، يعني معظم ناس القرية تركوا منازلهم إلى منازل أخرى جافة، نقلوا عفشهم إلى غرى أو منازل أخرى لكي يطمئنوا على أطفالهم وعلى أنفسهم. أصبحت هنالك نقص في المواد، لا كهرباء لا مويه لا غذاء لا سكر لا مواد تموينية لا غيره. أكثر من 4000 منزل هدمت بالكامل دون خسائر في الأرواح، أما المنازل التي دمرت جزئيا فاقت 2000 منزل وثلاثة آلاف أخرى آيلة للسقوط. والله معانين من أي حاجة، لا أكل لا شراب. بيوتنا مبارح وقعت والله العظيم، مبارح دي وقعت والله الساعة واحدة بالليل، عفشنا كله برا وقعت. والله معاني شديد من الأكل والشراب، معاني والله في دكاكين كملت، والله بنطلب من الله العافية والصبر والصحة. ومع هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها إنسان المناجل تبرز أوضاع أخرى أكثر صعوبة متمثلة في انقطاع الطرق التي تربط مدينة المناجل بحاضرتها والمدني، الأمر الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.